تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الموارد المائية والري المصرية وبمشاركة المجلس العربي للمياه، عقد في الفترة من 26 إلى 28 من نوفمبر عام 2017 المنتدى العربي للمياه تحت شعار الشراكة في المياه مشاركة في المصير، بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جائزة الأمير سلطان العالمية للمياه والرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه، وكذلك رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبو زيد، ونخبة من الخبراء والمهتمين بالمياه العربية والإقليمية والدولية والبيئة والطاقة بالبلاد العربية، وكذلك قيادات المنظمات العربية والإقليمية والدولية التي تساهم وتدعم قطاع المياه. لا يخفى أن الوضع المائي العربي يعاني من طبيعة جيوسياسية حرجة، فنحو 80% من المياه العربية تنبع من خارج العالم العربي، سواء نهر النيل أو دجلة أو الفرات أو غيرهما. وبصورة عامة، فإن الدول العربية جميعا تشجع علاقات تعاون متوازنة مع دول المنابع، بحيث تكون الإدارة المتكاملة لموارد المياه وأحواض الأنهار سبيلا لزيادة هذه الموارد واستدامتها من أجل خير الجميع. مع تزايد احتياجات وتحديات ندرة المياه والجفاف المتكرر وتأثيرات التغيرات المناخية وأزمات الكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة ونزوح السكان والهجرات القصرية وعدم الاستقرار، بات تعزيز التعاون فيما يخص المياه وتنمية مواردها أمرا حيويا وضرورة ملحة لتحقيق أمن المياه والتنمية المستدامة. إن مصر تنسق جهودها مع جميع دول حوض النيل من منطلق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة بنهر النيل دون الإضرار بالحقوق التاريخية، بحيث لا ضرر ولا ضرار. لقد لفتني أن هذا المنتدى يناقش محورا يعد من أهم محاور المياه، وهو قضية المياه والتنمية المستدامة، وموضوعه الفرعي الإدارة الذكية للمياه كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن المائي في إطار الأجندة 2030 في المنطقة العربية. وحفل المنتدى العربي الرابع للمياه بالعديد من الجلسات والحوارات، ومنها جلسة دور الإعلام في نشر الوعي في مجال الموارد المائية بمشاركة العديد من المؤسسات وعلى رأسها جامعة الدول العربية، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الإعلام. وقد أكد المشاركون في المنتدى العربي الرابع للمياه على أهمية العمل والتعاون لتوفير المياه ومواجهة التحديات التي تواجه الأمن المائي العربي وحشد الجهود والإمكانات العربية والإقليمية والدولية من أجل المحافظة على الحقوق العربية في المياه، وأهمية هذا المنتدى لتحقيق هذه الأهداف.